ضيفنا اليوم بلش يتعلم بعمر صغير كتير المهنة يلي احترفها بعدين. تعلم رقص الباليه بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وبعدين كمل بأكاديمية إنانة للباليه. كان راقص بفرقة إنانة السورية لسنوات طويلة، ولما ترك دمشق اتجه لبيروت. ببيروت نجح بأنه ينضم لفرقة كاراكيلا اللبنانية واستمر بالرقص معها لسنة 2016. بهاي السنة قرر أنه يسافر على فرنسا واستقر بباريس. بباريس أسس فرقة نفس يلي بتضم 4 راقصين سوريين. معكم ناندا محمد، وأنتوا عم تسمعوني ببرنامج من بعيد لبعيد على راديو معزول. لبعيد. الراقص ومصمم الرقص نضال عبدو، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. مرحبا. مرحبا فيك وكل اللي عم يسمعونا. أنا دائما بحب ابتدي من الطفولة بحديثي مع الفنانين يلي بيستضيفون، وبظن بحالتك أنت يعني كتير مهم نبتدي منها، لأنه يعني قديش كانت مهمة طفولتك بتكوينك الفني، خاصة أنه أنت بلشت من عمر صغير كتير. طبعا بالحقيقة من عمر صغير يعني كنت فيني سمي حالي مثل من نوع اني كنت محظوظ، لاني نشأت بعائلة مهتمة بالفن. يعني بابا وماما، ماما كانت بتعلم بيانو وبابا كان كثير بحب المسرح. فأنا بتذكر يعني حتى نحن وكنا صغار يعني كان ياخدنا يحضرنا كل عروض الدراما وال يعني احنا ما كنا كتير حتى عم نفهم شو، بس عم يخلص العرض ما عم نفهم شو عم يحكي، بس ما هيك كان ياخدنا ويفرجينا. وحتى بتذكر كان ينطرنا لآخر الشو لحتى نعمل ناخد اوتوغراف من الممثلين عشان يفرجينا قديش في هيك حب للمسرح. فربى، بحس انه ربى فيني هذا الشيء، ويمكن هذا الشيء اللي خلاني احب بعدين اني كمل بالرقص يعني بالضبط انه بالباليه. اول شيء كيف كان، لانه كان صعب بالحقيقه تبلش باليه كلاسيك على عمر صغير لانه جدا ممل، اكيد خاصه للصبيان بيزكس بالضبط. ولما تكون كمان لحالك بالصف يعني كمان بيكون البريشر اكثر طول الوقت. شو من هدول العروض بتتذكرها اللي كنت تحضرها مع أهلك؟ يعني أكتر هيك شغلة براسك لهلأ ممكن تكون موجودة صورتها؟ صدقيني أنا ضعيف في الأسماء كتير، بس بقدر أقولك أنه تقريبا جميع مشاريع تخرج التمثيل تبع السنين اللي كانت تتخرج من المعهد كنا نحضرها. كان ياخدنا كتير على مسرح الأباني وعلى الحمرة، حتى كنا نحضر أوقات أوركسترا في الحلوادي. يعني هيك عشت أنت أواخر الفترة الذهبية بجوز. بالضبط يمكن للأسف يعني هي هلأ بتصفي ذكريات بس عم نقدر نحكي عليها. بس هي نضال، أنت فلسطيني سوري من جهة الأب وأوكراني من جهة الأم، مزبوط؟ كيف هالثلاث هويات أثروا على هويتك كراقص ومصمم رقص؟ بالحقيقة اللي صار معي إنه أول ما بلشت تعلمت الباليه كلاسيك ورحت كتير يعني على الغربي على الكلاسيك وهيك، بس فيني أقول إنه بعدين بس أول ما فتت على فرقة إنانا بلشنا ناخد أنواع رقص جديدة يعني مثل الجاز والمودرن جاز، وكمان طبعا أهم شيء كان موضوع الفولكلور. فأنا هون بلشت كون يعني هون بهذا العمر، وقت كنت 15 يعني حتى كنت بعدني متدرب بالفرقة وقتها. فبلشنا هون يعني بلشت اكتسب هويات مختلفة بالحقيقة، يعني من عن طريق اني عم بتعلم نوع جديد، ستايل جديد والرقص وممارسته، والأساتذة الخبرة اللي كانوا يجوا يعملونا وركشوبس على طول، كانوا يجيبوا خبرة من روسيا من يوروب. فموضوع يعني شوي شوي صار يبني عندي خلفيات يعني هي بالأحرى
كتير مهمة لازم تكون، أنا برأيي تكون موجودة، لأنه بتعطيكي هاي النظرة يلي أنت فيكي تشوفي مثلا كيف حسيت أنا من أمي، مثلا كيف موضوع أنا بأخذ كيف تربينا بالبيت على كلتشر أوكراني، وبنفس الوقت كيف بابا رباني على كلتشر فلسطيني، وكان على طول يذكرنا بفلسطين والقضية وعلى طول هذا الشيء، كان هذا الجو موجود بالعائلة. فحس انه عم بقدر هلأ شوي شوي عم ترجمه بالكيروغرافي اللي عم بعملها يعني. وأي أكتر منهم هيك عم بيطلع؟ أوكي. بحس أكتر هلأ عم روح شوي على المودرن، على المعاصر، على الكونتمبرري. بالحقيقة بالكيروغرافي تبعي بجرب عطول عمل ميكس بين الكونتمبرري والأورينتال ستايل. أنا لأنه كمان ضليت بكاراكالا 6 سنين، فتعلمت دورينج هدول السنين مارتا جراهام ستايل يلي هو بيزد على الكيروغرافي اللي بيشتغل عليه عبد الحليم كاراكالا، استاذ الكبير طبعا. فهدول بحب اني جرب اعملهم مكسهم بالكيروغرافي تبعي كيف بحسها طبعا. طيب وانت فرقتك نفس يلي اسستها مؤخرا بال 2018، أول شيء بدي أعرف منك إنه ليش تأخرت لحتى تأسس فرقة خاصة فيك مع إنك بتشتغل من زمان كتير كراقص؟ الحلم كان موجود من زمان بصراحة، يعني أي راقص هلا ممكن عم يسمعنا حسه بيفكر وبيحلم إنه بالنهاية يكون عنده فرقة رقص يديرها هو، طريق هيدي الفرقة يقدر يوصل هدول الرسائل اللي موجودة. بعتقد أنا ليش تأخرت، لأنه بالحقيقة ما تأخرت، لأنه بحس حالي حتى مبكر باللحظات، لأنه صلي يعني فينا نقول صلني عم مارس المسرح من 2005 لل 2016 مع فرق يعني، وسافرت كتير محلات وعرضت بكتير محلات مسارح مهمة بالعالم. فكتير هاي الخبرة اللي أنا اكتسبتها هذا الوقت يعني مثل فيك تقولي خلي يكون عندي مثل مخزون براسي من movements، من لاينات ممكن استعملها، من أفكار ممكن استعملها بالشو. وحسيت إنه وقت إني بلش أعمل نفس بفرنسا كان شوي يعني ما أنا متأخر، بس حسيته مناسب يعني، لأنه حسيت إنه هلأ خلص هلأ يعني it's the right time، لازم بلش فيها. لو أنت كنت بسوريا، ضليت بسوريا، لفرضنا لو كانت الأوضاع مثل قبل طبيعية وضلينا بسوريا، كان ممكن انك تساوي بنفس هذا الوقت الفرقة، ولا كنت كملت كراقص مع الفرقة الثانية؟ بحس كل درج بينمشى عليه شوي شوي يعني، step by step تبني هذا الدرج، بالنهاية صعب ينهار. اما لو دغري بنط نطة عالية وبعلي امالي بالسماء وما يكون عندي الخبرات الكافية حتى اني اشتغل عمل واسس فرقة، فبحس بلاها بفضل اني امشي ستيب باي ستيب. حتى لو كنت بسوريا كنت مشيت على مهلي، بنيت خبرات لإلي، تعلمت طبعا على طول متعلم، ولهلا بعدنا عم نتعلم. فضلت يكون عندي هذا الاساس، بفضل يكون عندي هذا الاساس الاكثر عن النولج، المعرفة عن الرقص. وبعدين كنت حتى عملت فرقة، لا بتخيل كنت استني ممكن يعني ممكن عملتها قبل بسنة بسنتين. بس يعني انت بتحب تاخذ الامور بهدوء مثل ما بتحب تحكي بهدوء كمان، صح؟ ممكن. طيب نضال، رح نطلع فاصل قصير ونرجع لحديثنا. اوكي. أنا معزول، ها 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 هي. نرجع لحوارنا مع الرقص السوري الفلسطيني الأوكراني. ما بعرف كيف بتحب تعرف عن حالك نضال عبدو، وكنا عم نحكي عن فرقته نفس يلي أسسها بال 2018. نضال، أنت بالعرض الأول يمكن اللي كان للفرقة هو ماذا لو غدا، صح؟ أيوة بالضبط. ماذا لو غدا قدمته الفرقة، وهم يحكي عن الحرب والأثر يلي بتتركه الحرب على الإنسان. كيف قدرت تعمل اللي بيحكي اللي صحح لي إذا في شي غلط، بيحكي عن صدمات ما بعد يعني على الأثر اللي الحرب بتتركه علينا، على التروما اللي بتصير بعد الحرب. كيف قدرت تعمل هذا الشيء وانت عمليا يعني ما عشت الحرب بسوريا؟ أكيد
طبعا مع اخذ بعين الاعتبار انه اكيد كلنا تاثرنا بالحرب، سواء اللي كانوا يعني كسوريين، نحن كلنا تاثرنا بطبيعه الحال، بس اكيد لما بيكون صميم الفكره، مجوهر الفكره عم تحكي عن التروما اللي ما بعد الحرب، فمشان من هيك اجى السؤال تبعي. يعني ايه بالضبط، اول شيء انا ضليت كان فيني انزل واطلع على سوريا لاول ما بلشت الثوره ل 2011. وبالحقيقه يعني صادفني كثير اشياء مزعجه باخر نزلاتي لسوريا، وكمان كان اضطريت يكون عندي جيش، فما كان عندي ولا حل، يعني يا روح لهيك يا اختار هذا الشيء، فاضطريت اني اترك. بس انا روحي يعني كأنه بعد جوا، انا من الاشخاص يلي كتير 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 بحب دمشق، وبحب الاجواء تبعها، فانا ضليت كأني عايش يعني بعيد 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 عن الشام ساعتين، بس كأني عايش هنيك، واهلي طبعا هنيك، ووالدي صارت معه أحداث بسبب المشاكل اللي صارت معه كمان تروما ومشاكل ما بحب أحكي عليها. فالموضوع كتير أثر علي بطريقة من الطرق، وما لازم ما ضروري يكون إنه أنا جربت إني أشوف إنه تنزل علي قذيفة هاون أو إيه، بس أنا كان عندنا خسائر مادية ومعنوية بالنسبة لبيتنا، فأنا فيك تقولي كأنه جزء من هذا الشيء. بس بالنهاية أنا كيف جربت إني طورها وأقدر أحكيها بالحقيقة كمان عن طريق الراقصين الموجودين بالفرقة، يعني كمان بيلعبوا دور جدا كبير. أنت كنت بدي أسألك عليه، إنه يا ترى الراقصين يعني معك هن منفذين بس بالعملية، ولا كمان مشاركين بالتصميم الرقص أو الشغل يلي بتعمله؟ هلأ نحن طبعا نحن بتصميماتنا أوقات كتير في بيكون improvisation، ارتجال، فهو هذا الارتجال بيصير بينبنى على فكرة، والشخص بالحقيقة كل دانسرز بي 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 بيرتجل على كيف هو بيقدر يترجم هاي الفكرة على جسده. ففي كتير محلات بقلب الشو بيكون غير مخطط لها أبدا، وكل مرة بتطلع معنا بطريقة مختلفة. أنا لما كنت عم بعمل، أنا للأسف أني يعني لازم أقول أني أنا ماني شايفة شغلك غير على الفيديو اللي أنا شفته أونلاين، شفت مقاطع من الشغل بس أنا ماني شايفته لايف، قصدي كشغل الفرقة. بس يعني من خلال البحث اللي كنت عم بعمله عن شغلك، شفت أنه معظم الناس عم تسألك سؤال أنه ليش كل الفرقة شباب، سؤال أنه كل الناس سألتك يا بتعد أنه معظمهم هن الثلاثة كانوا يشتغلوا معك بالفرقة اللي اشتغلت معها قبل، صح؟ في منهم كانوا يشتغلوا بكذا فرقة، بس في منهم ما كانوا نفس الفرقة. لا ليش اخترتهم؟ انه شو كان في شيء براسك للتكوين تبع الفرقة، ولا بس لانه هن راقصين شاطرين؟ أوكي. ولا شو اللي لا احفظك لك. اول شيء قبل ما بلش بكل شيء، العنصر النسائي بالعرض تبعي اذا كان بده يكون موجود، فهو اللي يلطف على طول من الفكرة اللي عم جرب أطرحها، عرفتي كيف؟ فأنا حبيت بهاي التجربة الأولى. ما في شوية هيك ستيريوتايب هيك لشكل العنصر النسائي بالشي اللي عم تقوله، إنه يلطف إنه مو شوي؟ لا ما قصدي إنه يلطف، هلا ممكن طبعا ممكن يكون طبعا يعطي جميع الاحتمالات الموجودة على الكوكب، بس أنا كيف شفت الفكرة إنه هي ما عندي أبدا مشكلة مع موضوع العنصر النسائي، بس أنا كانت فكرتي إنه يكونوا 4 شباب. ليش؟ حسيت إنه ممكن بس يعطي، بدي أنا كنت أحكي بقوة الرجولية، كيف ممكن بالعنصر الذكوري، يعني الذكوري كيف ممكن تشوفي هاي الفكرة من هاي النافذة فقط، عرفتي؟ يعني بس هذا هو الموضوع. طيب يعني أنا عندي هيك فضول دائما بيخطر لي هذا السؤال للراقصين اللي بعرفهم، مجتمعاتنا العربية أنا بدأي في تقييد كبير لحرية الجسد بشكل عام،
وحرية الجسد هي مهمة جدا للراقص. هل تعتقد انه هذا التقييد يلي موجود هو واحد من الاسباب يلي بتخلي الرقص المعاصر العربي متراجع بشكل عام؟ وكيف قدرت كراقص كأنه تتخلص من هذا التقييد يلي موجود؟ بالحقيقة ايه لحلك شو للأسف يعني موجود كتير عنا بمجتمعاتنا العربية انه ما فيك تكون راقص وشاب وعم تعمل رقص معاصر وهي الأشكال اللي احنا عم نعملها فلا ما بعرف شو الخلفيات. ممكن تكون الخلفيات الدينية للموضوع, ممكن عادات وتقاليد هذا المجتمع ما عم تسمح انه الشباب يرقصوا او يعملوا هيك. انا كيف تخلصت منها؟ انا بالحقيقة طلعت جربت اعيش يعني اعيش بالمجتمع بس بنفس الوقت كون يعني منفرد بحالي, انه لو 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 يعني كثير كنت اسمع كلام ابدا ما يعجبني على بس على على مهنتي كوني بس عم برقص. انه كيف شاب بترقص يعني شو؟ طب كيف يعني شاب برقص يعني؟ ما بعرف ليش الشاب ممكن ترقص والبنت ممكن البنت ممكن ترقص الشاب ما ممكن يرقص يعني. كيف تخلصت منه؟ بالحقيقة الوقت اللي يمكن أكتر شيء لعب دور بهذا الموضوع. ويمكن لأني كمان تنقلت من مجتمعات لمجتمعات مختلفة يعني ثقافيا, فيمكن كمان يعني مراحل من حياتي كان في تقبل أكتر لأني برقص يعني. أي أصعب مجتمع كان؟ لا بالحقيقة بسوريا كان أصعب مجتمع. طيب نضال, أنا بدي هيك انتقل لشغلة بعيدة شوي عن الرقص وأسألك إذا في عندك شي غنية كانت لك مثل ملجأ هيك بوقت صعب مريت فيه أو لما بتسمعها بتحس بأنك مرتاح ومبسوط. بحب أوقات بسمع يعني بصراحة مثلا ألبومات يعني القديمة بيذكروني, كان يحطونا هون كتير على التلفزيون السوري وبذكروني أوقات بالبيت و... مزبوط معك حق. طيب رح نسمع شيء لياني ليذكرنا بطفولتنا السورية البائسة الجميلة بنفس الوقت. Come here.
المقطع هاد لياني يعني بيذكرني أنا كمان بشغلات كتير. كيف عم تقضي وقتك بهذا الوقت الصعب اللي نحن عم نعيشه هلا اللي بذكرنا بأوقات صعبة تانية؟ أنا كتير كتير بكره القعدة بالبيت صراحة، من النوع اللي ما بقدر يعني إذا بدي أعمل أي شيء على طول بعمله أوتدور بطلع لبرا. بس انجبرنا هلا نعيش جوات البيوت ومعرف هدول كل الروتين تبعنا من قلب البيت. فأقضي وقتي بالحقيقة بعمل أوقات بعمل يوغا، بعمل ستريتشينج، بقرأ شوي، بطبخ، بكتب، عم جهز لشو جديد عم بشتغل عليه. أغلب وقتي عم يروح هيك يعني، ما عم تطلع أبدا أوقات يعني بنزل شوي. بلا بلا لا 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 الحقيقة أكيد بنزل بنزل لا بنزل ما هون مثلا عنا بس محلنا ساعة واحدة باليوم، فنحاول نستغلها بقدر المستطاع يعني ننزل ساعة بنمشي شوي. وشو المشاريع المستقبلية بعد ما تخلص الكورونا اللي نحنا نستناها تخلص؟ عم بشتغل على شو جديد، عملت اوريدي ريزيدنسي في بنوفمبر، خلصت منه بفال دولواغ بفاتان بفرنسا. انت والفرقة؟ انا والفرقة بمكان اسمه لابخاتيك، مع حدا عنده فرقة اسمها سيسيل لويه. بالحقيقة ايه كنا فضلينا هناك على مدة 15 يوم، عملنا 40 دقيقة تقريبا يعني، بس لسه طبعا بدهم شغل و... حلو. طب فهلا الأول بروجكت هذا العرض بيحكي، ما كنت حابب احكي فيه قبل ما، لا اذا ما انك حابب تحكي اكيد ما يعني لك الكارير مثل اجماليا بيحكي عن الجسد وصلته بالانتماء واللا انتماء بالضبط، لاشياء طبقت علينا، عادات وتقاليد تعلمناها وتربينا عليها، مثلا عن افكار قديمه ممكن ترجع تكون لها صله بالانتماء وتقدر ترجميها لحركات تتعامل، مثلا كيف ممكن تتعامل الجسد تبعك مثلا بالفضاء وبالاتجاهات عن طريق تغيير المساحات والديستنس بس بكل سين وهيك يعني. فشوي هلا قيد لسه عم تبحث فيه؟ عم ايوه بعض الريسيرشنج شغال يعني. اوكي، ومفروض انه تعرضوه امتى او في شيء هيك مبرمج او يعني اي خط؟ لا في كذا ريزيدانس هلا جايين ولسه ما في شيء اكيد. مشان اول ريزيدانس جاي امتى؟ مفروض يمكن باكتوبر. بأكتوبر إن شاء الله، لأكتوبر بيكون خلص كل شيء مفروض يعني أكيد لازم وإلا صعب كتير. وبتعملوا ريزيدانس تبعكم والإقامة الفنية وبتعملوا العرض، يعني بيكون لنا الفرصة إنه نشوفه ولو على النت مثل ما هلأ كل شيء يعني بلش يصير متاح. هو موجود، ببعث لك يا برايفت لينك. خلص اوكي، انا بحطه على صفحه الراديو. خلي الناس تستمتع معي. نضال شكرا كثير لك، انبسطت كثير بالحديث. ويعني ان شاء الله هيك موفق بكل الاشياء اللي بتعملها، وخليك متابع ومقدم لنا شغلات حلوه. مرسي كتير لإلك ولكل اللي سمعونا، وما تأخذونا إذا طولنا. لا ما طولت عليكم. لا أنت حلقتك بتاعت أقصر حلقة، ما تخاف. شكرا. باي. كنتوا عم تسمعوا برنامج من بعيد لبعيد على راديو معزول. أنا ناندا محمد، استنوني بحلقة جديدة مع ضيف جديد وحكايات جديدة. سلامات بعدد المعزولين والمعزولات. اسمعوا برنامجنا كل يوم تنين الساعة 9 بالليل بتوقيت باريس، والإعادة تاني يوم الساعة 2 الظهر.